السلام عليكم، معك عبد المجيد رزقو، مصور صحفي بجريدة أخبار اليوم. هذا بالنسبة لي يعتبر المعرض الخامس والمعرض الثالث في الصحافة الرياضية ولا في الصورة الرياضية. المعرض الأول كان جا بعد المونديال ديال روسيا، والمعرض الثاني كنا تكلمت فيه على نوستالجيا تيفو اللي كان في بداية كان في نهاية الشهر الصاليمو، وكانت فيه 30 لوحة بين الرجاء والوداد. واليوم أنا اليوم في ضيافة المركز الإعلامي المتوسط في هذه الأيام الرياضية ديال 12 13 14 15. هذا المعرض اللي تزاد فيه اليوم هو تزاد فيه الإبداعات ديال الجماهير الطنجاوية، يعني الجماهير ديال اتحاد طنجة، ضفتها على الجماهير ديال الوداد والرجاء، وشكلت واحد الفسيفساء ما بين اللون الازرق والاحمر والاخضر. خرجنا من داك الروتين ديال الديربي ديال الرجاء والوداد، والان اصبحت يعني الرقعه فيها ثلاثه الجماهير مجسده في اتحاد طنجة، في الرجاء والوداد. عبد الرحيم الزباخ رئيس المركز الاعلامي المتوسطي، اليوم كان افتتحوا الانشطه ديال ايام الاعلام الرياضي بمعرض صور الفنان الصحفي المعروف عبد المجيد رزقو اللي هو صحفي بجريده اخبار اليوم. اخترنا هذا المكان مسرح الحداد لتنظيم هذا المعرض في اطار الانفتاح المركز على جل المقاطعات والاحياء ديال المدينه، وفي اطار تقريب الانشطه ديالنا من الفعاليات اللي كتنتمي لهذه المدينه. هذا النشاط اليوم كنحاولوا انه يكون وبدايه انشطه اخرى اللي عندنا غدا يوم الجمعه ان شاء الله، غادي نضموا ندوه حول الشغب الرياضي في الملاعب الرياضيه، غادي نضموا دوره تكوينيه للصحفيين، غيشاركوا معنا ازيد من 40 صحفي في هذه الدورة إن شاء الله. شكرا.